أيها الإخوة الأفاضل، لا زالت رحى الحرب دائرة بين قوى الكفر والطغيان بجحافلها وحشودها وتحالفاتها، وبين قوة الإيمان القلة القليلة المستضعفة الأذلة، كما عبر القرآن عن أصحاب بدر: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أي قلة، لكنها في الواقع قلة عزيزة أعزها الدين ورفع شأنها لدفاعها عن أرضها ومقدسات هذا الدين. يقول سبحانه: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. والعزة مش بالضرورة تتكون غالب وفي موطن قوة، ختكون قلة وذلة، مع ذلك يفخر المؤمن بهذا الدين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقد نزلت هذه الآيات بعد غزوة أحد، في الغزوة دي الأحد، في اللحظة اللي نهزموا فيها الصحابة وبدأوا فيما بينهم تيقولوا كيف نهزم وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحسوا بواحد النوع ديال الذلة والهوان. نزل القرآن الكريم تيقول لهم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وخركم نهزمين، لأن المؤمن يعتز بهذا الدين لا بانتصاره، عزته في دينه أولا، في دينه، وإن كان في موضع ضعف وفي موضع قلة وفي موقف انهزام، لكنه يفخر. يكفيك شرفا ويكفينا فخرا أن نكون لله عبادا. وما زال احنا عايشين مع الواقع ديال الحرب التي تشهدها هذه الربوع الإسلامية مع هذه الحشود والجحافل التحالفات ديال قوى الكفر، ومع هذه الحرب المعلنة في الساحة وهي الحرب العسكرية اللي عايشها إخواننا في غزة، معارك وحروب إعلامية تتهم وتلطخ وتشوه كل ما هو إسلامي، متهمة إياه بالتطرف والإرهاب والأصولية والعنف وما إلى ذلك. ماشي احنا عارفينه، احنا كنكروه بالعاني باش يترسخ في الأذهان، كنكرر هذه المصطلحات وهذه المعاني باش ترسخ عندنا في الذهن، باش يتزال ذاك المفهوم الخاطئ. أي نعم كاين إرهاب في العالم، وهو هذا اللي احنا شايفينه ديال تقتيل الأطفال والنساء وتخريب البيوت والمستشفيات وهدم المؤسسات ومراكز الإيواء. كل شيء إرهاب قدهش، كل شيء إرهاب قدهش. أي نعم كاين تطرف وكاين عدوان على المستضعفين، وهو هذا التحالف اللي احنا شايفينه. كل شيء إرهاب قدهش اللي كتمارسوا ميريكان واليهود على العالم الإسلامي وعلى المستضعفين في العالم الإسلامي، هذا عين الإرهاب، عين الإرهاب. ومن تخيل غير ذلك، ومن تخيل غير ذلك أو سبق إلى ذهنه سبق له للبال من اللي كيسمع مصطلح الإرهاب شي صورة ديال الإسلام، يعرف أنه قد أشرب في قلبه من وسائل الإعلام. شتي ملي كيسمع الإرهاب وكتجيك ديك الصورة ديال بولحيا والمنبر والخطبة والجمعة والإمام والقارئ ديال القرآن ودور القرآن والمنقبة والمحتجبة وكتاب الله عز وجل والتاريخ ديال الإسلام، شتي إلا سمعتي الإرهاب وجاك للبال هاد الشيء، عرف أنك أشربت، سكرتي بوسائل الإعلام، شعر بوسائل الإعلام، يعني استطعوا باش أنهم يرسخوا لك في العقل الباطن ديالك وبلا شعور ديالك أنك غير تسمع الإرهاب كتفكر في الإسلام. فمن ما يمن خص غادي نغي إن شاء الله غات في ذيخ فنش بمجرد ما تسرد الإرهاب تبين صاد ديشان حاشتني يمسر من نيغنت مسرنت ضارو نيغت تمات نيغت النقاب نيغت المصحف نيغت السنة نيغت المسجد نيغت الجمعة نيغت الإمام نيغت القرآن نيغت دور القرآن إتي الزارج دغربر سندي لاش كتسويد سويت الشعب الإعلام، يعني عمان دايك الصورة اني ما مش خصن رسخنت تسيد فنتاش غاد عقل الباطن الشيخ من يتعاون تسنجي المنبار قال إرهاب ذوني تقنو ذاين قال إرهاب ذوني تقني ميريكانين قال إرهاب ذوني تقن الغرب تجيت باش نصوفغ من دنغين غاذا اخر باش نرسخ جن الصوره النظنيت غايث مثلا غير مسر من رواد المساجد. مع هذه الحرب العسكريه كاين واحد الحرب اعلاميه ايها الاخوه الفضلاء،
اللي كتسعى باش تلطخ وتوسخ الإسلام وكل ما هو إسلام. لكن يأبى الله عز وجل إلا أن يخرج من بين فرثي هذا الإعلام ودامي هذه الدماء ديال الضحايا والأبرياء والشهداء، يخرج الله عز وجل شواهد العزة وحقائق النصر ووقائع الثبات والفخر التي تبعث الأمل وتهزم اليأس. وفي هذه الأحداث كلها كيبان لنا بأن القوة ديال الإسلام مازال كائنة، وبأن العزة لأهل الإيمان ولأهل الإسلام، وبأن اللي كيهضر بثقة وبيقين في النصر وما كيرجفش وما كيضطربش في الكلام ديالو في الخطاب ديالو هو صاحب الحق، واخا ما عندوش وسائل وما عندوش عتاد وما عندوش أسلحة، وثابت في هضرته، ثابت في كلامه، واللي كيدخل وكيخرج في الهضرة وكيتلف ليه ما يقول وكيتصنع الكذب باش يكذب على دياولو وعلى دياولنا، هو اللي كيدعى القوة وكيدعى بأنه الذي لا يهزم والذي لا يقهر. تأتي هذه الخطب أيها الإخوة الفضلاء لتزيد الأمل في النصر واليقين في التمكين، وهذه سنة الله عز وجل. سئل الشافعي رحمه الله أيهما خير للرجل، أن يمكن أم أن يبتلى؟ قال لا يمكن حتى يبتلى. هذه سنة الله، لا يمكن حتى يبتلى، هذه سنة، ما كاينش تمكين لأهل الإيمان بدون ابتلاء. وإحنا شفنا بأن سنة الله في الخلق وفي الكون وفي السنة الاجتماعية وفي هذه السنة اللي إحنا عايشينها أن هذه الشدائد تدل على نتيجة، هذه مقدمات لنتيجة اللي هي النصر لهذا الدين والغلبة لأهل الحق واليقين. تأتي هذه الخطب لتزيد الأمل في النصر واليقين في التمكين، وهي خطب موصولة بسابقاتها، حيث كان الحديث عن المبشرات القرآنية، حيث وعد الله عز وجل بنصر المؤمنين شفنا في خطب سابقة، وكان وعدا علينا أو وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ألا إن نصر الله قريب، وعد الله لا يخلف الله وعده. شفنا الآيات اللي كتدل على وعد الله عز وجل، وشفنا بأن هذا الوعد كما قلت لكم أيها الإخوة الفضلاء أن من السنة ديالو يأتي بعد الشدة والبلاء، وشفنا الآيات حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم الرسل كيوصلوا لواحد الدرجة ديال اليأس، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، يعني كيوصلوا لواحد الدرجة ديال الضيق واليأس، ألا إن نصر الله قريب. ثم كيقول الله عز وجل بأن النصر قريب، اللي كيشتد الأمر عرف بأن النصر ديال الله عز وجل راه قريب. وشفنا من المبشرات القرآنية أيضا أيها الإخوة الفضلاء وعد الله، أن الله عز وجل وعد بإحباط كيد الكافرين ومؤامراتهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ويمكرون ويمكر الله، وشفنا هذا الشيء في مواطن وآيات عدة. ولأن السنة وحي، ولأن السنة وحي كما القرآن، هذاك الوحي المثلو المباشر وهذاك الوحي غير المثلو، احنا كنعرفوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، يقول الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. القرآن وحي، السنة وحي، ذاك الشيء اللي كيقوله رسول الله كله من عند الله عز وجل، اشم دياله كله من عند الله، إما وحيا غير مباشرين أو اجتهادا وتسديدا من الله عز وجل، يسدد الله قوله أو يخبره الله بما هو كائن. احنا كنعرفوا بأن الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، لكن كاين واحد استثناء، كاين واحد إلا من ارتضى من رسول، إلا شي رسول اللي ارتضاه الله عز وجل، سي ربي خسد سي خبار في خبار هذا سييني، ومنهم رسول الله ارتضاه الله عز وجل وأعلمه وأخبره ببعض الغيب، الغيب وذي السين حد إلى ربي سبحانه وتعالى، لكن كاين شي غيب اللي ربي بغى يخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبق معنا ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم
سيغلبون، وفعلا قد غلبوا، والتاريخ شاهد والوقائع شاهدة. يعني مش حال من حاجة قالها رسول الله وتحققات. ومن اللي قال سراقة بن مالك كيف أنت إذا ما سورت بسوار كسرى، تحققات الرؤيا والقول ديال النبي عليه الصلاة والسلام، تحقق بأن سراقة اللي كان جاي باش يقتل رسول الله وكان يطارده ويلحق به، قال له ما انت رينش خمني غثياض التجنين كسرى ولبسوه يا ضيف سراقة، لبسوه، خبروا رسول الله ولبسوه. شكون خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مش كان كيعرف الغيب؟ ما كانش كيعرف الغيب، لكنه الوحي من عند الله عز وجل، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، إلا من ارتضى من رسول. وأشرات الساعة وعلامة الساعة مازال غنهضروا عليها، اللي خبرنا بها رسول الله وحنا عايشين هدبا، حنا عايشين هدبا. تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. مش حال من حديث اللي هضر عليها رسول الله وهضر فيه على الأشرات والعلامات ديال الساعة اللي حنا شايفين هدبا، شايفين هدبا. ويجي واحد المكلخ، واحد الجاهل، يقول لك السنة والسنة وفيها وفيها ومات فيها وفيها ومش فيها، الجهل، الجهل يتكلم. أي والله، قلت لأن السنة وحي، فقد حفلت دواوين السنة التي تغيظ خصومها ومنكريها ليغيظ بهم الكفار. كاين الناس اللي كتقول له السنة كتقول له الحديث، خميت كأنك ضربته بخنجر، حيت ما كيحملش السنة. ما كيحملش. حفلت السنة بما يبشر بأن المستقبل لهذا الدين، وبأن الغد لأمة الإسلام، وبأن هذه الابتلاءات إنما هي مقدمات للتمكين. وأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مستقبل الإسلام ليس رجما بالغيب، بل هو مما علمه الله عز وجل إياه كما سبق معنا في الآية. فإليكم بعض ما أخبر به رسول الله. دابا غنعيشوا مع بعض الأحاديث اللي قالها النبي عليه الصلاة والسلام. يتخبر أنا النبي عليه الصلاة والسلام تو يدقى انت عيش الخوذ الفتانة ذي المعاناة الشعب في قطاع غزة للاستضعاف الأمة الإسلامية، هذا الواقع اللي احنا عايشينه المرير والمر، هذا شيء كله هضر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لي ناش غير صافي، قد جلسوا وارتاحوا، وسبق لي واحد سلسلة ديال الخطب عن الفتن، أحاديث الفتن اللي كيخبرنا فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وكيقول لنا بأنه غتفتنوا بكذا وكذا وكذا. ماشي كيقول لك النبي وهذاك الواقع خصك تصبر لأن قدر الله، أبدا أبدا، إنما هذيك أحاديث اللي كتحفزك باش أنك تخدم لمدافعة القدر بقدر، ندفع قدر الله بقدر الله. احنا ما عندناش في الإسلام ديالنا شي حاجة اللي تنعزك. وان الشيء لقينا النبي عليه الصلاة والسلام قد خوم يسجن الزمان، أخوهم غرب وذاين، نغا خوم تكال من الأعداء، نتداعى عليكم الأمم كما تداعى على الأكلة إلى قصعتها، إنانخ إوا صافي قنت عيشي دوني انت. لا لا حبيبي، لا، النبي كيقول لك راه هذا الواقع ها هو، وانت وجد راسك باش تخدم، وجد راسك شنو غدير انت، شنو غتقدم انت. جاتك فرصة، جاتك فرصة. الصحابة إلا كانوا جاهدوا بأنفسهم وأرواحهم وفدوا هذا الدين بدمائهم وأولادهم، انت جاتك فرصة بانش انك جاهد بالكلمة، جاهد بالصفحة، جاهد بالمقطع، جاهد بالفيديو، جاهد بالمشاركة ديال المعلومة، جاهد بالتوعية، جاهد بالنهضة، جاهد بالعلم، جاهد بالمعرفة، جاهد بالتربية، جاهد، قدم شي حاجة، قدم شي حاجة. أما انك تنساق تولي همج رعاع وتولي من القطيع للرشاشة، هذيك راه حاجة أخرى، هذيك حاجة أخرى. أخرج أحمد في مسنده والحديث في السلسلة الصحيحة عن تميم الداري رضي الله عنه، رحم الله علماءنا. كذا أحمد يعني في القرن الثاني والثالث الهجري، الإمام أحمد مات 241 هجرية إذا لم تخذني الذاكرة، يعني هو مؤلف هذا الكتاب، هذا الحديث عنده يوريث السيو الخاس إقاذة النبي عليه الصلاة والسلام. تميم بن أوس الداري يقول قال رسول الله، أو سمعت، تميم بن أوس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، قال لك سمعت النبي عليه الصلاة والسلام كيقول. وفين كان؟ تبا غير في الجزيرة العربية، هذا الشيء كان غير في الجزيرة العربية، ياك غير تم غير بيناتهم. يقول
شوف البشرى ديال النبي عليه الصلاة والسلام، يقول عليه الصلاة والسلام مشي كيحلمهم يسعيش يندير منهم ديال الأحلام. تو هذا الشيء، حنا الخطابات أحيانا ديال بعض الناس كتعيشك في الأوهام والأحلام، وكتبين لك واحد المدينة فاضلة قاع بوحدها. النبي عليه الصلاة والسلام كان كيهضر على واحد الواقع اللي هو جاي، لأنه ما كينطقش عن الهوى. يقول رسول الله: ليبلغن هذا الأمر، أي هذا الدين وهذا الإسلام، ليبلغن اليوم. يقول رسول الله، غنقول الحديث وغنشرحه، نشرحه غير شرح مبسط، ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو ذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. أعيد الحديث، كيقول لك النبي عليه الصلاة والسلام، يقارن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يبلغن، كيهضر في الزمان ديال 14 قرن، يقارسني الصحابة وصيوضنا نغض السلف الصالح والعلماء دونوا جابوا لنا، لا يبلغن، قال لك هذا الدين اللي جبتو قصة وراكي صنع الدين واقعين دين كذا المدينة، يقارسن الدين أذي يوض ماني يوض أسد جيرث، بمعنى فين ما شرقت الشمس ومنين ما غربت الشمس، أي بلاصة وصلها الشروق والغروب غيوصل لها هذا الدين، غيوصل لها الدين. أجي دابا بقات شي دولة ما وصلهاش الإسلام، ها أقول لي وفين راه هذاك اللي كيقول لك السنة مات السنة، فين هذا الجاهل، فين أجا هذا الجاهل؟ قول لي شكون اللي وصل الإسلام لدول أوروبا؟ ياك أمريكا، أمريكا اللي راها كتجيش الجيوش وكتحشد العسكر وتدعم الصهاينة ها للإجهاز على هاد القلة المؤمنة. أمريكا راه أزيد من 2700 مسجد في أمريكا، وذي الصيوضن أشكون وصلوه؟ شكون وصل؟ ياك الإسلام كان في الجزيرة العربية، واش كان اللي وصلوا عندنا حنا؟ واش كون اللي وصلوا لأدغال إفريقيا؟ شكون؟ وزان بغي عاد نعطيك أنا الدليل على السنة الجاهل، ورا الواقع يشهد. راه النبي صلى الله عليه وسلم في الزمان ديالو قال لنا راه هاد الدين غيوصل فين ما وصلت الشميشة، ماني ما ذي وتفوشت، أي بلاصة طلعات فيها الشمس وقع فيها الشروق وصلها الليل والنهار غيوصلها الإسلام. سيهنا في خير، ما حد كتقتل، ما حد شتي توالي الدين جمار كان نتمسي متر تسخسي متر تتشع قيامني الدين، ما حد كدير عليه حملة يا بالله إلا أن يتم نوره، أن يتم، عرفتي شنو يا يتم؟ يتم يعني أذي كمر يوصل التمام والكمال، ما يبقاش شي بلاصة، ما تبقاش شي بلاصة اللي ما يوصلهاش الإسلام، ما تبقاش شي بلاد اللي ما تسمعش على الإسلام. ياش فرنسا، فرنسا واث قبرها الريح متمسرنت، وفي هذه الفترة الأخيرة كتر، في هذه المرحلة الأخيرة كتر العداء للإسلام، ولا بواحد الشكل جشع بشع، والتضييق على الأنشطة ديال المسلمين وعلى المساجد وعلى المدارس ولا بشكل واضح، وفي هذه الأحداث ديال غزة بان كتر ذاك الشيء، بان ذاك الشيء بشكل بشع، بأن هذه دولة، هاد الفرنكوفونيين وهاد الناس اللي جايين من عندهم ليها ومتابعين ليهم، هاول الهم ديالهم والدين محاربة الدين. فرنسا غارقة في الجوامع، غارقة في المساجد، الدين ما مخلي بلاصة فيه، ما مخلي بلاصة. وبعد هاد الأحداث ديال غزة، زاد عدد المقبلين على الإسلام، زاد العدد ديال الناس اللي كتدخل الإسلام. فوقاش ما جات شي ضربة اللي كيظن العدو بأنه يجهض هذا الدين إلا وكانت سببا في مزيد انتشاره، كتكون سبب عكسي بأن هذا الدين كيزيد ينتشر. والنبي عليه الصلاة والسلام يحدثنا منذ القرون، اسمع، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر، هذا الدين ليبلغن، غيوصل، ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله، اسمع، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر،
شراح الحديث كيقول لك بيت المضر هي البيوت المبنية بالحجارة، يعني بيوت القرى والمدن، وبيت الوبر هي البيوت المبنية بالشعر داك الطوب وكذا، هي بيوت البوادي والصحراء نتقنع الشون. ها إن شوية غيمي بوش أنت الدات ما يبقاش بيت مضر ولا وبر بهذا العموم، بهذا العموم إلا أدخله الله هذا الدين. عرفتي علاش؟ قد جاءكم من الله نور، قاوض ربي هذا نور الله، ياك الشمس، الشمس الشمس غير خلق من خلق الله عز وجل، الشمس هذه غير خلق من خلق الله، ونورها يدخل كل بيت. كاين شي واحد يقدر يصدو لينشاني جناشيني نشتفو شتا تجغوط غاري تيوض، هذه غوم اصلا، هذه غوم، هو كيقلب على الشميشه، هو كيقلب على الشمس باش ينتعش باش يكون مزيان. راه هذا الدين نور الله، نور الله. والنبي عليه الصلاة والسلام اللي كيقول لك بأن هذا النور غادي يوصل، راه غادي يوصل، سيدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو ذل ذليل. كيقول لك النبي جوج حوايج، إما الواحد غيقبل هذا الإسلام وغيدخل فيه وغيعيش عزيز وغيعتز به، إما كاين في أخرى اللي ما غتقبلش الإسلام وغتولي تدفع الجزية وغتعيش رغما عنها في ظلال الإسلام. أما دخول الإسلام راه داخل، داخل الدين، داخل داخل. ومازال غنهضروا على هذا الموضوع ديال الجزية، لأن كاين شي وحدين يقاش هو الإسلام ومي يغرب تو غيفرض الجزية، يفرض الجزية دي جنوع، شتو الضرائب اللي كاينة دابا؟ إيوا أنا غتعيش دي أوروبا، الدول اللي كيخلصوا الضرائب، علاش كيخلصوا الضرائب؟ لأن الدولة كتأمن لهم شنو لا حوايج، موفرة لهم الأمن، موفرة لهم الطرقان، موفرة لهم النظافة، خصو يخلص، خصو يخلص، خصو يخلص. انت ينو غاكذ دين شني يوذان سبحان الله العظيم، ينو غاكذ الإسلام واش سيور بوخ الزينات الفساد التعدد من الخليلات، انت سيور التعدد من الزواجات، واش سيور شيخ العوري تعاين تذر فضايح، لا لا انت دي سيور النقاب، ما يهضرش على التكرات، لا هو يهضر على اللحية، ما يهضرش على القزاع، لا هو يهضر على الربطة ديال الشعر والشعر الطويل. سبحان الله، يعني المشكلة ديالو مع الدين، المشكلة ديالو مع الدين. ما يهضرش على التفاهة، لا لا هو يهضر على المعقول والوعي وعلى الشرع وعلى الدين. ما يناديش هو باش دار شي حاجة اللي تفيد الأمة، لا هو ينادي باش دار شي حاجة اللي تزيد تغرق الأمة. وقيس على ذلك، قيس على ذلك، قيس على ذلك. كاين شي ناس نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله الثبات، رب الله يثبتنا على الحق وعلى الدين. رسول الله يخبر بأن هذا الدين سيدخله الله، ما من بيتي ومضار ولا وبر إلا أدخله الله هذا بعز عزيز أو ذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. فاللهم أعز دينك وأعز أهل دينك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله الذي جاءنا بكتاب هو كالشمس في ضحاها، وبسنة هي كالقمر إذا تلاها، فمن عمل بهما كان كمن يمشي في ضوء النهار إذا جلاها، ومن زاغ عنهما كان كمن يمشي في ظلمة الليل إذا يغشاها. فاللهم لا تجعلنا ممن يزيغون عن سنة نبينا محمد، اللهم آمين آمين آمين. قلت الذي يشهد مصداق هذا الحديث الآيات، راه النبي صلى الله عليه وسلم ملي كيجيب شي حاجه راه وحي من الله، سمع اش كيقول الله عز وجل في سوره التوبه، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. في سوره التوبه، في سوره الصف كيعاودها لنا ربي عز وجل، تعاود انا خطر ربي عز وجل هذه الايه نيت بهذا اللفظ نيت، كيقول لنا في سورة التوبة وفي سورة الصف، هو الذي أرسل، وكلها في آية الجهاد، سورة التوبة في الآية ديال الجهاد ومقاتلة المنافقين والكفار واليهود وغير ذلك. الله عز وجل يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، أضيضها مخيضة، أضيضها خدين مرة
وراه الإسلام ظهر في القرون الأولى، ظهر على اليهودية اللي كانت وعلى المسيحية اللي كانت وعلى الديانة الوثنية اللي كانت عند العرب في الجزيرة العربية، وعلى الديانة المجوسية اللي كانت عند الفرس، وعلى الديانات اللي كانت في آسيا وفي أفريقيا، وحنا كنت سنوا باش يظهر على الأديان كلها في هذا العصر وفي هذا الزمان، مصداقا لبشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديقا لخبر الله سبحانه وتعالى. نفس الآية اللي جت في سورة التوبة جت في سورة الصف: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق قرن غضب ليظهره على الدين كله. أدي ظهاخ الدين مار، يعني كاع الأديان اللي كاينة. وشوف الله عز وجل ديك الأديان كلها حيت كفرية، الله عز وجل وصفها بوصف واحد: ليظهره على الدين، لأن الكفر ملة واحدة، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. في سورة الفتح: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هذا التأكيد من ربي سبحانه وتعالى باش نطمئنوا، باش نطمئن ننسن بأن الدين وجه نطمئن نتس باش ما نفهموش عود، باش نعرفوا بأن الغلبة لهذا الدين. أرغي وكان يكون لنا شرف أننا نساهموا بشي حاجة باش يكون لنا حتى احنا بهذا المصطلح العصري ديال البصمة، ويكون لنا أثر حتى احنا، ويكون لنا حق الفخر والاعتزاز أننا قدمنا شي حاجة لهذا الدين. ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هذا الحديث أيها الإخوة الفضلاء اللي جابوا كما ذكرت تميم الداري، أخرجه أحمد والطبراني وابن حبان والحاكم وصححه، وأخرجه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي أيضا. قال المقداد بن الأسود: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. نشتريق هذا صحابي خر نشتريق النبي عليه الصلاة والسلام قارن: لا يبقى على ظهر الأرض، لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل. الحديث بقى شي دار ما يدخلهاش الإسلام، كما دابا حنا أمة الإسلام ما بقاتش شي دار اللي ما دخلتهاش الفاحشة. وسائل إعلام، تلفازة، تليفون، ما بقاش شي دار، ما بقاش شي دار اللي ما كدوش فيها شي ساعة ديال الفساد إلا من رحم الله عز وجل، هذا اللي راه معزول على هذا العالم. ما بقاش شي دار اللي ما يدخلهاش الإسلام كيخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدل على هذا المعنى أيضا حديث آخر أخرجه مسلم في صحيحه وهو عند أبي داود والترمذي وابن ماجة عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض، إن الله زوى لي الأرض، زوى بمعنى جمع الأرض وضمها حتى جعلت بين يدي رسول الله ينظر إلى أطرافها. طبعا هذه الهضره كنقولها بالعاني وتنجيبها وتنشرحها باش داك اللي عقله مولف دابا يامن غيب المحسوس، نقولوا ليه راه كاين واحد الحاجه سميتها الغيب. نيجي نحاش قناص راه مشكلتنا دابا للاسف الشديد ولينا كنعاني وحتى مع رواد المساجد، واسمحوا لي على هذه الهضره، راه وليتي كتجيب الحديث وانت في شك من ان يقبله كل من يصلي معك، لأن كاين الناس الذين أشربوا في قلوبهم كثير من الشبهات. وملي كتقول لها ربي يجمع الأرض النبي عليه الصلاة والسلام يكبر ذلك في عقله، كيجي داك الشيء كيفاش؟ يعني حتى باش يصدق هذا الشيء كيجي صعيب شوية، خاص باش يقصد ربي يجمع السماوات يزرم مارة كذا كذا كذا. نحن ها هنا نتحدث عن رب السماوات والأرض الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. كنهضروش على بنادم جاب، لا لا، ربي سبحانه وتعالى، ربي سبحانه وتعالى، ربي سبحانه وتعالى كيخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام كيقول لك اجمع لي الأرض كلها حتى رأيت مشارقها ومغاربها. يقول النبي: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، شفت المشارق كلها وجهت المغارب كلهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أمتي، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وإن أمتي سيبلغ ملكها
ما زوي لي منها. خارج النبي قال أمين الملك النس أذي ياوض أرمار ريمشني زريغ في المشارق وفي المغارب في الكرة الأرضية كلها، يقول صلى الله عليه وسلم. وإذا كبر في عقلك تصديق مثل ذلك فتذكر أن دين الإسلام بدأ مع رجل واحد وقد بلغ هذه البلاد وبلغ أقصى البلاد، بل ودخل إلى أدغال أفريقيا. هذا الرجل الواحد دين ديالو ما خلف وصل، لا يعجز الله شيء، سبحانه لا يعجز الله شيء. وهذا الحديث أيها الإخوة الفضلاء، الحديث الأول شو غير باش نفهم، الحديث الأول إقارش النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين. كيهضر على دخول الدعوة الإسلامية، على دخول الأحكام الشرعية، على دخول الإسلام، على أن الدعوة ديال الإسلام غتنتشر تما غتخليش شي دار ما تدخل ليهاش. وهذا الحديث الثاني كيهضر فيه النبي صلى الله عليه وسلم على واحد الصيغة أخرى، ألا وهي ملك الإسلام وحكم دولة الإسلام وتمكن أمة الإسلام من تسيير شؤون المشارق والمغارب. كيهضر النبي عليه الصلاة والسلام على حكم ديال الأمة ديال الإسلام، وإن أمتي سيبلغ ملكها ملكها إن هذا الدين غالب، إن هذا الدين غالب، قد وعد الله عز وجل ليمكنن لهم في الأرض وليستخلفنهم، هذا وعد الله سبحانه وتعالى، وهذا يقيننا، وهذا المخاض الذي يعيشه العالم الإسلامي، وهذا الاستضعاف إنما هي مقدمات شدة وابتلاء يعقبها لا محالة يقينا عقيدة تصديقا إيمانا منا، يعقبها نصر الله. صلى الله عز وجل أن يعجل بنصره، اللهم عجل لنا بالنصر، اللهم عجل لنا بالنصر، اللهم مكن لأهل دينك، اللهم مكن لأمة الإسلام، اللهم مكن لأمة الإسلام، اللهم أعلي راية الحق والدين، اللهم أعلي راية الحق والدين، اللهم أعلي راية الحق والدين، اللهم أظهر دينك على سائر الأديان، اللهم اجعله ظاهرا على الدين كله، اللهم اجعله ظاهرا على الدين كله، اللهم اجعله ظاهرا على الدين كله، اللهم اجعلنا من خدام شرعك، اللهم اجعلنا من خدام سنة نبيك، اللهم اجعلنا من خدام شرعك، اللهم اجعلنا من خدام سنة نبيك، اللهم لا تخذلنا يا رب، اللهم انصر إخواننا المستضعفين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين، اللهم كن للمجاهدين في كل مكان، اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، وفك أسر المأسورين، وعليك بالصهاينة المعتدين، اللهم عليك بالصهاينة المعتدين، اللهم عليك بالصهاينة المعتدين، اللهم كن للثكالى والأيامى واليتامى والأرامل والمستضعفين، اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا، اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا، إنهم لا يعجزونك، أعداء الله لا يعجزونك، فاللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم ارزقنا الصلاح في الولد والعافية في الجسد والأمن في البلد، اللهم أدم علينا نعمة الأمن يا رب، اللهم أدم علينا نعمة الأمن يا رب، اللهم أدم علينا نعمة الأمن يا رب، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين، ارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين، اللهم فك كرب المكروبين وارفع الظلم عن المظلومين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم فرج هم المحزونين، اللهم فرج هم المحزونين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين، الذين تصدقوا في هذه الجمعة وفي غير هذه الجمعة، صلى الله عز وجل أن يثقل بذلك ميزان حسناتهم، اللهم اجعل صدقاتهم نورا وبرهانا يوم لقائك، اللهم اجعلها لهم نورا وبرهانا، اللهم اجعلهم نورا وبرهانا، اللهم اجعلها لهم نورا وبرهانا. وهاد الناس اللي كيجريو وكيجاريو في الجوامع وكيوقفوا باش تبنى المساجد، صلى الله عز وجل أن يبارك في جهدهم وفي سعيهم وفي كدهم وفي خطواتهم، وأن يبارك لهم في رزقهم وفي أولادهم،
بلادهم. اللهم أصلح بنا وأصلح على أيدينا وأصلحنا. ملك البلاد أمير المؤمنين محمد السادس، اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. قيد له بطانة من أخلص العباد يعينونه على ما به صلاح البلاد والعباد، إنك ولي ذلك والقادر عليه. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فأنت الأعز الأكرم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. كل إخبار فقط غدا إن شاء الله عز وجل بين المغرب والعشاء غنطلق سلسلة ديال الدروس إن شاء الله، غدا بين المغرب والعشاء غتكون السلسلة ديال الدروس، وجزاكم الله خير الجزاء.